يا حجي يا ولدي. وين العرب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله، مالنا غيرك يا الله، يا الله مالنا غيرك. هادي أمة محمد، هيك اللي وصاكم بيه خاتم الأنبياء والمرسلين؟ وينك يا ابن الخطاب؟ وينك يا صلاح الدين؟ وين النخوة؟ وين المروءة؟ حلب تناديكم ألا تستحون؟ حلب تباد عن بكرة أبيها ألا تخجلون؟ أيها الملوك والرؤساء، أين الشعوب والعظماء؟ أين الشباب والرفقاء؟ ومعتصما، أليس فيكم من يلبي النداء؟ فين اخوة العرب؟ فين الضمير من حلب؟ فين الانسانية؟ مفيش حد فيكم يتحرك يصرخ يقول للظلم لا، يقول لروسيا حرام، يقول لعصابة الاسد استفناها كفاية. اهالي حلب اللي بتدافع عن المدينة مش بتدافع عن نفسها، لا، بيدافع عن كرامة وشرف الأمة العربية والإسلامية كلها، بيدافع عنكم أنتم، أنتم يا عرب، أنتم يا مسلمين. بس للأسف خذلناهم. يا عرب، يا عرب شوفوا حلب. آه يا عرب، آه من دمع اليتيم، آه من ذل الحريم. ما هزكمش دم الشهيد، ما هزكمش قتل الأطفال. يا رب، يا رب قلت في حلب، يا رب عجل بالطلب، يا رب انصرهم، انصر أهل حلب. إن كنت سوري عليك الاختيار، إما الموت تحت القصف أو الموت أثناء الهروب من القصف. في كل الأحوال الموت ينتظرك. ملعون اللي باعك وخالك واللي بيتفرج على أطفالك وهم بيتقتلوا على إيد مرتزقة العالم. حلب تحتضر، حلب تحترض يا أمة العرب، يا أمة العرب حلب تحتضر. فلقنوا الشهادة لأرض العروبة والإسلام لتموت في سلام.